السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قراء ومتتبعي جريدة هيسبريس الإلكترونية، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بالسيدة إلهام أباكريم من مدينة موريال. السيدة إلهام أباكريم أديبة روائية وشاعرة مغربية مقيمة بمونتريال منذ سنتين، مهندسة التكوين، تخصص الهندسة المدنية والمعمارية، عضوة في مجموعة أقلام عربية بمونتريال. سيدة إلهام أهلا ومرحبا بك. سيد العدراوي أهلا وسهلا، وكنشكرك جدا على هذا اللقاء وعلى التقديم الذي وفى. شكرا لك أيضا على قبولك هذه الدعوة باسم 4 ملايين صديق لموقع هيسبريس، نرحب بك في هذا اللقاء. قلنا أنك عضوة في مجموعة أقلام عربية بمونتريال، هل أطلعتني عن هذه المجموعات؟ ما هو الذي يجمعكم كأدباء وكتاب؟ هو بحكم اهتمامي الأدبي ملي جيت مدينة موريال، يعني أول حاجة كنت بحثت عليها هي مجموعات اللي كتهتم بالأدب بصفة عامة. نعم. للأسف لأنه ما لقيتش مجموعة عربية كتهتم بالأدب العربي مغربية، هي كتضم نخبة من أهم أدباء وكتاب وروائيين المهجر في كندا في موريال. تقريبا كنتلاقاو كل أسبوع في مقهى من مقاهي موريال، وكنكون ورشة للنقد، وكنساعدوا بعضياتنا على المستوى الأدبي وحتى الشخصي. ومؤخرا يعني مؤخرا قدرنا أنه نضموا فعاليات ونجيبوا كتاب كبار. نعم. يعني تكلمتي على الغياب ديال فاعلين او كتاب يعني مغاربه بشكل كبير، الحضور يعني ما كيرقاش للمستوى اللي كنتمناه، ولكن هناك اقلام اللي هي عربيه، هناك ادباء اللي هم عرب اللي كينشطوا بشكل كبير. يعني علاش كترد يعني الاسباب الكامنه وراء هذا واش نسميه العزوف او الغياب؟ هما الأسباب أنا ما غاديش نقدر نحصرها طبعا، لكن بالنسبة لي هي كلنا مشاركين في هذه الأسباب. نعم. مشاركين كفاعلين كمساهمين وكمتلقين، لأنه كجالية مغربية مثلا باقي ما قدرناش نخرجوا من هذيك النمطية التقليدية للهجرة. نعم. الهجرة التقليدية لأي واحد خلى بلاده وجا الغربة مثلا. نعم. إنه كل واحد فينا كيجي كيشتغل على المستوى الفردي، كيحاول يحقق ذاته على المستوى الفردي، وكنساو تماما انه نخدموا على مستوى الجماعه مع بعضياتنا. الامر اللي كيخلينا ديما متباعدين، بالرغم من انه حنا كجاليه مغربيه عددا تقريبا من اكبر، تقريبا عدد ديالنا من اكبر الجاليات الموجوده في كندا خصوصا في موريال. إذا بغينا نتكلموا دائما على هذه مجموعة أقلام عربية، شنو هما يعني الإنتاجات اللي صدرتها هذه المجموعة؟ هو من أهم الإنتاجات لهذه المجموعة كتب كثيرة، يعني من أهمها الكتب الروائية والكاتب المصري أسامة علان اللي صدر روايتين خلال سنة واحدة، رواية الاختفاء العجيب لرجل مدهش وهي رواية رائعة فعلا، ورواية تولوز، بالإضافة لرواية الدكتور خالد زهني مصري الجنسية. يعني تبارك الله المصريين هم اللي واخدين مكتسحين المشارقة. طبعا هم ماشي مكتسحين، ولكن عندهم حضور وعندهم رغبة دائما، رغبة في المشاركة، رغبة دائما في المشاركة ودائما في المساهمة. نعم. ومؤخرا عندنا في تفاعلة مهمة جدا في آخر شهر يوم 28 مارس. نعم. هي حفلة توقيع لرواية الكاتب والشاعر التونسي. نعم. الحمد لله أخيرا شي حاجة مغاربية. نعم. رواية الغائب وهي رواية مهمة جدا، وإن شاء الله من هنا القدام كاينة روايتي وكاين إن شاء الله. هذا هو يعني اللي بغينا نوصل له، شنو هي الروايات ديالك، أو بغينا نتكلموا على التجربة ديالك الأدبية، شنو هي أهم الإنتاجات أو الإنجازات اللي حققتيها في هذا المجال؟ هو أنا التجربة الأدبية بالنسبة لي هي تجربة قصيرة جدا، لكن كنتمنى أنها تكون مهمة، لأنه التجربة عمرها ما كتكون بطول المدة بقدر ما هي أشنو درتي في هذه المدة. أنا بديت تجربتي الأدبية من اللي جيت لموريال، ويمكن هذه الحاجة من أهم الأشياء اللي كنشكر عليهم الغربة. يعني ما كنتيش كتكتبي من اللي كنتي في المغرب؟ كانت أشياء على المستوى الشخصي فقط. نعم. بحكم المهنة ديالي وبحكم الدراسة ديالي كانت بعيدة كل بعد عن. نعم. عن مجال الأدب،
كنت كنكتب على المستوى الشخصي فقط، لكن ملي جيت لمونريال ولقيت هاد المجموعه هادشي علاش كنهضروا على انه ملي كتكون ملي وسط مجموعه كتعطي اكثر، ملي كتكون وسط كتعطي اكثر، ملي كتلقى ناس كتشجعك وكتدعمك كتعطي اكثر. فانا الان الحمد لله في صدد اعداد روايه تقريبا انتهت، يعني في طور التدقيق والمراجعه. نعم. وفي خلال الشهور القادمه ان شاء الله القليله غادي تكون ان شاء الله. الا بغينا نتكلموا على الاقلام المغربيه، شكون هما يعني الاسماء اللي كتشارك معكم في هاد اللقاءات كأدباء؟ ما كان حتى شي اسم من غير المعلمة الوحيدة اللي أنا كنعتبرها معلمة إنسانية ثقافية متنقلة. نعم. الأستاذ علي الإدريسي اللي هو اللي كان عندنا معه أيضا لقاءات سابقة قدمناه في الرأي إسبريس، وهو من خلال يعني كتابات دياله خاصة أيضا كان قدم مقال حول دار المغرب المركز الثقافي هنا بمدينة موريا، ويعني تشرفنا بإجراء مجموعة من الحوارات معه أيضا. إذن شنو هي الرسالة اللي كتبغي توجهيها؟ يعني أكيد أنهم كين أدباء كين مفكرين كين مثقفين، ولكن كل شيء مخبع. أنا بالنسبة لي الرسالة اللي كانت اللي باغا نوجهها من خلال هذا المنبر واللي على قبلها يمكن عملنا هذا الحوار هي أن اللي على قبلها يمكن عملنا هذا الحوار هي أنه تاح لنا فرصة أنه نتجمعوا سواء أنا على شي حاجة أدبية أو فكرية أو ثقافية. نعم. أو حتى ماشي مشكل حتى فنية، أي حاجة يعني. نعم. أي حاجة تجمعنا باش نعطيو أكثر. نعم. وموقع هسبريس يفتح أبوابه على مصراعيها فوجه كل الطبقة المثقفة وكل الكتاب المغاربة سواء في موريال أو في أمريكا الشمالية بصفة عامة، من أجل يعني نشر إبداعاتهم وإنجازاتهم في الميدان الأدبي. فمرحب بكل الأعمال ديالكم اللي كتقوموا بها. واش تبغي توجه شي رسالة أخيرة لقراء هسبريس خصوصا المتواجدين بكندا؟ أولاً كنشكرك سي العدراوي على هذا اللقاء، وكنشكر هسبريس وكنتمنى أنها تبقى دائماً منفذ لنا كمغاربة في كل أنحاء العالم، وتبقى معبر الرسائل الهادفة. نعم. إن شاء الله. شكراً. إذن كنشكرك على هذا اللقاء ونتمنى أن نتلقى بك قريباً إن شاء الله. شكراً جزيلاً. إن شاء الله. شكراً.